Renouant avec une très ancienne tradition, les étudiants de l'université Karawine ont célébré à Fès le règne éphémère d'un sultan des Tolba. هادشي اللي غنقول لك دابا بصفتك كمغربي خاصك تكون عارفه، علاش؟ انه كينتمي للحضاره المغربيه وكينتمي للعالم العربي كذلك. وبلاصك في اخباركم ان اول جامعه بالعالم هي جامعه القراوين اللي كاينه دابا في فاس، ولكن واش عارفين شكون المؤسس ديالها وكيفاش تاسست؟ فلا باش تعرف هادشي كمل معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرف. تعد جامعة القراوين أقدم جامعة بالعالم حسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية. المؤسس ديالها هي فاطمة الفهرية، فاطمة بنت محمد الفهرية القرشية من ذرية عقبة بن نافع، فاتح تونس ومؤسس مدينة القيروان اللي كاينة بتونس. وهذا القيروان هي المدينة اللي تولدات فيها فاطمة الفهرية. في بدايات القرن الثامن ميلادي عاشت الطفولة ديالها في هذه المدينة منذ الصغر ديالها، ولكن العائلة ديالها غتحول من القيروان اللي هي تونس بصفة عامة تحولوا للمدينة المغربية اللي هي فاس. هادشي كامل في عهد إدريس الثاني، وهبات فاطمة الفهرية كل وقت ديالها باش أنها تشيد واحد المعلمة اللي تبقى تاريخية وتبقى تدوي عليها. Depuis chaque printemps, les Tolba commémorent l'événement sur le thème habituel d'une parodie du pouvoir. Entouré de ses ministres, le sultan des Tolba reçoit de multiples délégations, et celle aussi des lycées et collèges modernes de Fès. Avant d'aller lui-même à Rabat présenter ses respectueux hommages au souverain dont il s'est adjugé pour un moment le titre. Sa Majesté le Roi a tenu à relancer cette plaisante tradition qui, au-delà de son côté pittoresque et burlesque, rappelle. فالأب ديال فاطمة الفهرية كان لاباس عليه، كانت عنده واحد النفوذ الكثيرة، ومني مات تولات داك الأموال ديالو وورثات بزاف ديال الفلوس عليه، وكذلك الزوج ديالها اللي مات وكان عنده كذلك واحد النفوذ الكثيرة. فمن بعد غتستغل هاد النفوذ ديالها باش انها تصوب شي معلمه تاريخيه. فجات الفكره انها تصوب جامع القراوين ولا جامعه القراوين في فاس، وهبات كل الوقت ديالها وكيقولوا على انها بقات صايمه المده ديال البناء ديال ديك المعلمه، وكيقولوا على انها كانت تستغل دوك المواد البناء من الارض اللي شراتها، فانها كانت كتعتمد على الاماكن ديالو ما كانتش كتستغل الناس. بدا تحول المسجد القروي للجامعه في القرن الخامس الهجري الموافق للقرن الحادي عشر ميلادي، واضافه الى ان هذه الجامعه درسوا فيها بزاف ديال العلماء اللي السميه ديالهم عطات واحد الصيت كبير في العرب. من بين هذه المشاهير هو ابن خلدون، وكذلك الطبيب والفيلسوف ابن رشد، اضافه الى الشريف الادريسي وموسى بن ميمون. وفاطمه الفهرية ما اكتفاتش باش انها تصوب الجامعه فقط، ولكن صوبت واحد المكتبه اللي المساحه ديالها كبيره في الحرم ديال داك المسجد، وكتواجد بها واحد المكتبه اللي كتضم 4000 مخطوطات اصليه.